كنطلب منكم تعاونوني، راني مريضه بالسرطان ورا الحاله عيانه، عندي جبنيات والكره والجلد مقطوع والحاله حاط الله، ما عندي لا حنين لا رحيم. كتشوفوني تعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، راني مقطوعه من شجره، عافاكم الله يرحم لكم على الوالدين اخوتي. راني الغالب الله، راني شديت الورق وقعدت نشوف فيهم وبقيت تفنى على الراس، راني تلفت، عافاكم اخوتي اللي معاونوني، الله يحفظكم. هادشي اللي كنطلب منكم في سبيل الله، راني عندي جبنيات وخايفة عليهم، عندي لما نخليهم، راني كنخاف عليهم بزاف. الله يحفظكم اخوتي اللي معاونوني نتعالج على وليداتي، امي الله يخليها ليا مسكينة هي مكرفسة معايا. هادشي اللي كنطلب، نبغي من المحسنين اخوتي يعاونوني في سبيل الله. دابا انا من شهر ثلاثة من بدا الحجر الصحي، دازت واحد السيمانة وانا نمرض، السخانة والكرش ده، راني ما كناكل ما نشرب، لي دوزت عندك يقول لي المعدة والمصران، بقيت كواك مارشي خمسة طبا هما كيقولوا لي هكاك، عاوتاني دوزت قالوا لي عندك السرطان، ديري السكانير. عاود درت السكانير، دي على الطبيبة ديت ولات قالت لي راه عندك السرطان في الكبدة وما بين المعدة والكبدة، خاصك ضروري تمشي تعالج. وانا ما عندي لا فلوس لا حتى شي حاجة، الغالب الله العشاء ما عندي، كيعاونوني على الجيران في سبيل الله. هادشي اللي كنطلب منكم اخوتي عاونوني، الله يرحم لكم الوالدين في سبيل الله. خويا المحسن الله يرحم الوالدين، دابا انتي مريضه عندها السرطان، عندها الجبنيات وعكاريه والكرك النار واقف عليها، كنت خدامه وهذوك الغالب الله قال لي عندها السرطان في المعده وفي الكبده وراه مريضه، وحنا عاف دار الكره الله يرحم الوالدين، راه نزرع مجا خدام الجبنيات وكاريه، الله يرحم الوالدين شوفوا من حان، الله يرحم والديكم. هي ما عندي وارث، انا ما عندي راجل، ما عندي بلاد، ما عندي ما من العلي، الغالب الله والو قاعده، هذا ما بنيتي هذا ما خدام على بنياتها، الغالب الله ارحم والديكم خوتنا المحسنين، الله يرحم والديكم، فوجه الله ارحم الوالدين.